فصرت في كل ليلة أرى فيها أنوار الإمام العسكري. يقول سليمان: فجئت بها إلى الإمام الهادي، فقال: يا مليكة أو يا نرجس، ألا أبشرك أنك ستحملين وتلدين بحجة الله الإمام الموعود الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما أنتم لظلما وجورا. يا سامعين النظام، فأمر الله ملكا من ملائكته، أخذ شربة من تحت بطنان العرش وألقاها على فاكهة من فواكه الدنيا، فأكلها الإمام سلام الله عليه. وما جاء تلك الليلة انفلق عمود الصباح إلا الإمام نوره يلوح على جبين مليك. أصلي صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما حملت به لم تجد ثقلا ولا وجعا ولا ألما، بل كانت تشعر بخفة واستئناس واتساع في جنبها، وكانت لا تمر على حجر ولا على شجر ولا على مدار إلا هنأها بابنه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكانت الملائكة تحدثها والإمام يسبح الله: سبحان الله، جميع والله أكبر. وكانت عليها السلام إذا دخلت دارا مظلمة محتاجة إلى مصباح يضيء لها، لأنها إذا دخلت الدار امتلأت الدار من أنوار ابن رسول الله. وما إن كملت أشهرها، تروي الرواية السيدة حكيمة تقول: أنا كنت أصوم كل يوم من شعبان، فلما جاء اليوم الرابع عشر قال لي الإمام العسكري: يا حكيمة يا عمه، اجعلي إفطارك هذه الليلة عندنا فسيولد لنا مولود. قلت: ممن؟ فقال: من نرجس. تقول: جئت قلبتها ظهرا وبطنا فلم أجد عليها آثار الحمل فضلا عن آثار الولادة، وإذ بالإمام يقول: يا عم لا تشكي في أمره، فإن ولادته كولادة حمل موسى بن عمران. صلوا على تقول: فبت معها تلك الليلة ونحن نعبد الله بين صلاة وقراءة للقرآن، حتى هومت عيناها بالنوم، ثم انتبهت فزعة مرعوبة، فقلت لها: اسم الله عليك. فقال الإمام: يا عمه اقرأي عليها ألف لام ميم والياسين. فصرت أقرأ والجنين يقرأ كما أقرأ، ففزعت من ذلك. فقال: يا عم لا تخافي، فإن أولياء الله ينطقنا بالحكمة كبارا وصغارا. صلوا على يلا يلا، عنده حاجة، عنده مريض، ساعة المولد، ساعة الاستجابة. يا الله، بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول: فما بينما أنا كذلك إذ بي لا أراها، لأن حجابا قد ضرب بيني وبينها، فما بينما أنا لا أستطيع رؤيتها ما رفع الحجاب إلا والإمام ساجدا لله. يقول: محمد صلى على الرسول وعلى آله.
سامعنا النظام محمد وضعته طاهرا مطهرا ساجدا لربه قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا فأقبل عند ذلك والده والإمام المهدي يتلو قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين فأذن في أذنه اليمنى وأقام في الأذن اليسرى وسماه على اسمه يا إلى الحياشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات يلا حاج إمامك قل له طالت علينا ليالي الانتظار فها يا ابن الزكي لليل الانتظار غدا فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد يلا نبايع أوجل إيدنا ونجاوب مبروك مبروك علينا المنتظر مبروك مبروك علينا المنتظر ريالك تضر شيعة وفرحنا وعلى تاج الفخر طر نوره بشعبان بدا بنص الشهر نوره بشعبان بدا بنص الشهر طر وازهار واشواق نثرناها ودرا رمز العدالة على الكون انتشار ظل يصفق الطير وهب عطر الزهر مبروك مبروك اي والله يلا شوية مبروك مبروك مولود هاليوم كحلنا النظار أو كل خلق للنور حمد ربه وشكر أو هو البقية بكتاب الله انذكر مبروك والدهر يا ناس من البهجة خضى ليلتنا أفراح بعد من سلك در ضر ليلتنا أفراح بعد من سلك در والابن الزكي ترى يحلى السهر وللمهدي هاليوم تبسم كل ثغر تظهر مبروك مبروك علينا المنتظر تظهر وهو البقية بكتاب الله انذكر نهني العسكري ونرفع تهانينا لابو القاسم وابو الحسنين والينا فرح ميلاد
وعادك تنور ليالينا اخوتها يا المهدي بنور دنيانا توي المهدي منور دنيانا توي المهدي منور دنيانا اخوتها على عناد على عناد النواصب خلهم يسمعون يظل دايم فرحنا شما يعملون منعونا على عناد النواصب خلهم يسمعون يظل دايم فرحنا شما يعملون نصف شعبان عيد ومولد الميمون والباري مبارك مولوده والباري مبارك مولوده والباري مبارك مولوده والباري مبارك مولوده والباري مبارك وعد من ربنا للمهدي القياده أمان يصير في الدنيا وسعادة اي والله يمتى 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 السعادة يمتى الأمان يا مولاي بطلعتك وعد من ربنا للمهدي القيادة أمان يصير في الدنيا وسعادة أمل كل شيعي هذا واعتقاده وكل ظالم كل ظالم كل ظالم يهدم بنيانا لو كل ظالم يهدم لو كل ظالم يهدم كل ظالم يهدم يا مهدي الليلة يا مجدك نهني يا مهدي يا مهدي الليلة يا مجدك نهنيك بمقام حسين والينا نحييك ودعينا الله ذخر إلنا يخلي ها أدركنا أو أدركنا أدركنا بسيفك نجينا أدركنا بسيفك أدركنا بسيفة أدركنا بسيفة يا علي يا علي يا علي اي والله يا صاحب الزمان يا ابو صالح اسمع اسمع ها اسمع هذا املك وهذا دعائك الليلة شنو يا ابو صالح صحت منك اريد مراد تسمع المراد ولا يا ابو صالح صحت منك اريد مراد حلم عندي اقبل قبر ابو السجاد يا الله ان شاء الله وياكم هناك سماحة الشيخ ان شاء الله هناك عندي الحسين يا ابو صالح صحت منك اريد مراد حلم عندي اقبل قبر ابو سجاد واطوف على القبر يا صفوة الامجاد سلم عليهم يا المهدي وسلم عليهم يا المهدي وعنيني يا با يا المهدي وسلم عليهم يا المهدي علي لا يجزع يندب حدر ويحتار شما صارت الحاجة يحضر حامل الجار شرط يحتف يا علي يا كرار ويقضيها يقضيها يقضيها ابو حسين الحاجة جو يقضيها ابو حسين الحاجة يا التطلق بالولادة تريد شد حزام
وحزام النجاة تصيح يا ضرغام علي علي تندب يا حمى الإسلام يحضروها حيدر والزهرة والزهرة يحضروها حيدر يحضروها حيدر عزلنا عزلنا حبكم من المرضى عزلنا بسقر كل من يعاديكم عزلنا عزلهم فاسد وطيب عزلهم فاسد وطيب عزلنا وهم أمهم هنيت وإحنا من الزجية أصلي